في مشروع شركة الدعاء بيتوسعوا في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، رغم أنهم وصلوا أعمدة الكهرباء وانطلق فيها التيار فعلياً، لكن غير مستقر. تعالوا نقابل المهندس محمد ممدوح، رئيس شركة صحاري للطاقة الشمسية. منطقة هنا في امتداد غرب المنيا وصلنا لها كهرباء، ورغم كده الناس ما زالت بتنشئ محطات الطاقة الشمسية. مظبوط. هو إيه اللي بيحصل؟ عايز أفهم. اللي بيحصل الاستهلاك أكتر من الباور اللي طالع من محطات النقل. محطات النقل الخطوط اللي طالع من تنزل على التوزيع وبتطلع من التوزيع على العملاء أو المستثمرين، مكان أماكن المحطات بعيدة ما بتقدرش إنها توصل لنا الباور الكافي أو تدينا القدرات اللي احنا محتاجينها. زائد الاستهلاك اللي بيكون متحمل على خطوط المتوسط زيادة عن اللازم، يعني الخط ده لو بيتحمل 5 ميجا فانت بتلاقي على الخط ده اكتر من 15-20 ميجا. هل فيه اهتزاز مثلا في القوة بتاعتها؟ ده فيه اهتزاز بشكل مش طبيعي. طبعا انت عندك على مدار الساعة، طبعا هنا الناس اساسا ما بتشتغلش، المزرعة هنا لو اشتغلت يوم كهرباء بيقطعوا عليها تاني يوم، ما ينفعش يشتغل متواصل. واليوم اللي بيشتغل فيه بيفصل عنده، ممكن في اليوم عنده كهرباء تفصل عنده أكتر من 20-30 مرة. أما شفت الطولمبات، النص التحتاني اللي فيه الموتور مش موجود، ده راح فين؟ ده فرقع؟ ده فرقع جوه البير؟ بالظبط. أوامر التشغيل اللي بياخدها الموتور من بسبب هبوط وارتفاع الطيار، بتأدي الموتور ده عبارة عن أجزاء ميكانيكية، بتأدي زي خلل في الأجزاء الميكانيكية. زائد اللود بتاع الستارت كارنت بتاع الملفات ده بيولد حرارة عالية، أدى لانفجار الموتور وزي ما حضرتك شفته في الصور كده. مزرعة زي دي بتتعرض للكوارث دي كم مرة في الشهر ولا في الأسبوع؟ شركة الدعاء ممكن بيجيبولي في مركز الصيانة بتاعنا كل أسبوع 3-4 طرمبات. كل أسبوع؟ كل أسبوع. والواحد بيتكلف كم بقى؟ الواحد تكلفته بالرفع والإنزال وعمل الصيانة حد ما بتمش أقل من 50,000 جنيه. البير اللي معمول على محطة الطاقة الكهربائية والبير اللي معمول على محطة الطاقة الشمسية، إيه الفرق بينهم؟ الطاقة الشمسية دي عندنا التيار ثابت، في استقرار في الجهد بتاع الكهرباء. الطاقة الكهربائية هي دي المشاكل اللي بتقابلنا. ده طبعا وضع مش طبيعي، يعني هو مش ده الطبيعي اللي شغال اللي دايم في شركة الكهرباء. لكن المنطقة هنا فيها أزمة في الموضوع ده، وكل الناس بتشتكي وكل الشركات وكل المستثمرين بيشتكوا من الموضوع ده، ولحد الآن احنا بقالنا مثلا 3-4 سنين مفيش حلول. كلمة أخيرة إحقاقا للحق، اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة الريف المصري الجديد استلم منطقة امتداد غرب المنيا من حوالي 3 سنين تقريبا، وخصوصا مرحلة كبار المستثمرين بمساحة 54,000 فدان، وتجهيز البنية الأساسية للمنطقة وخصوصاً الطرق مش عملية سهلة ومحتاجة وقت، لكن لازم تتنفذ وبأعلى جودة، وزي ما الناس مقدرة المجهود اللي بتبذله شركة الريف المصري، لازم نقدرهم ونستحملهم. عايزين طريق يربطهم بالحياة، ده حقهم. عايزين كهرباء منتظمة، برضو حقهم طالما على حسابهم. هيزرعوا ازاي بالشكل ده والتيار الكهربائي طالع نازل وبيفجر لهم الطولمبات والمواتير وبيخسرهم ملايين الجنيهات سنويا؟ كمان لما يحتاجوا مساندة القطاع المصرفي